انت الضابط المرتشي اللي اسمه حسام الهلالي؟ انا يا باشا الضابط اللي اسمه حسام الهلالي بس مش مرتشي. شكلك ملاوي وعايز تتشد. تشد ليه؟ انت سألت وانا جاوبت، ايه المطلوب؟ انا هنا امرك وانت تنفذ الاوامر، مفهوم؟ ينظف الحمامات 15 يوم ولو ما نطفتش وبهتت على وساختك هيبقى لي معاك كلام تاني، مفهوم؟ وانا عمال اقول شفته فين شفته فين، ده بقى الظابط بتاع الصعيد حسام الهلالي. مش فاهم حاجه يا ريس. احسن اهو دخل السجن وما خدش براءه زي ما كنتوا فاكرين. انا مش فاهم ازاي حسام يعمل كده. ده شيخ منصر يا استاذ، شيخ منصر اللي كنت بتدافع عنه وكان السبب في قتل بنتي، بنتي اللي ماتت من غير ذنب. انا حاسس زي ما اكون في كابوس ومش عارف اصحى منه. لا انت لازم تصحى منه يا دنايا، لازم عشان تاخد بطاروختك من اللي قتلها. انت بتقولي ايه؟ عايز يخش له السجن عشان يقتله؟ ما لو قتله هيدخل السجن ونفقده هو كمان، يبقى الاحسن بقى يطلق الست شاهين ده ونخلص من الناس دي خالص. يا ماما وشاهين ده ذنبها ايه بس؟ ذنبها انها اخته، وانا خلاص ما بقتش قادره اتعامل معاها، بقت عدوتي يا ناس. طب اهدي يا ماما اهدي عشان نعرف نفكر. مش ههدى، مش ههدى الا لما تطلقها، فاهم ولا لا؟ واديني بقول لك يا انا يا هي في حياتك، سامع؟ عاجبك اللي بيحصل ده يا بابا؟ نصيحتي ليك يا ابني انك ما تسمعش كلام امك وسير الايام تنسيها اللي بيحصل. مش هتنسى يا بابا، انا عارف ماما كويس، هتفضل تمرر في عيشتنا اكتر ما مر. خير يا باشا؟ ايه الموضوع المهم اللي ساعتك عاوزني فيه؟ شوف يا محمد، انت زي ابني وانا فخور بيك، وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخليه وسط زمايلك، بس في موضوع مهم قوي لازم تعرفه. ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبه اللي بينك وبريهام. ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بصراحه لا. طب ايه الداعي لفسخ الخطوبه؟ انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفتي مسؤول ليا اسمي وسمعتي في الداخليه، ودخول حسام اخوك السجن في قضيه مخله بالشرف ده شيء يؤثر عليا سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل. طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا. انا فاهم وجهه نظر سعادتك، بس انا وريهام بنحب بعض ومتهيألي حاجه زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزني انا مش حسام. بس تفرق معايا انا لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها. طيب ممكن اتكلم معاها؟ انا اسف انت لا هتكلمها ولا هتقابلها، وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها. يعني ده قرار سعادتك النهائي؟ للاسف اه، وارجوك تقدر موقفي، انا عايزك تعتبرني في مقام والدك، إذا احتجت أي حاجة من الداخلية أنا تحت أمرك في أي وقت. مفهوم. عن إذن سعادتك. مع السلامة يا محمد. محمد. ليه يا بابا عملت كده؟ بابي عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي. طب تخيلي كده لو كنت اتجوزتيه وبقى عندك منه اولاد، عمهم كان هيبقى ايه؟ رد سجون. فوقي بقى يا ريهام. بس ده ما كانش رايك من الاول يا حبيبتي. الاول كان مجرد قضيه، لكن دلوقتي خلاص خد حكم وبقى مذنب. طب ومحمد ذنبه ايه؟ ذنبه ان اخوه بقى رد سجون. الجواز ده نسب، هو على راي المثل حاسب قبل ما تناسب. بسم الله ما شاء الله، بطنك بدأت تبان يا شهندة. وإيه المشكلة يا ماما يعني؟ المشكلة إن جوزك ساهر ما يعرفش لحد دلوقتي. ومش هقوله يا ماما. وده ينفع يا شهندة؟ في واحدة في الدنيا تخبي على جوزها حاجة زي دي؟ ده حتى يبقى حرام. وهو مش حرام إنه يرميني كل الفترة دي وما يسألش فيا؟ اسألي أنت عليها. مش قادرة يا ماما، كتر الجفا يعلم القاسية.
وذنبه ايه الغلبان اللي هيجي للدنيا دي وانتم متفرقين عن بعض؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ماما، واكبر دليل ان انا وابوه اخترنا بعض عن حب، وفي الاخر طلعنا بنخدع بعض. مش عارفه اخر الحكايه دي ايه. مش عارفه. كفايه بقى يا ماما، كفايه. مين يا ماما؟ ايدي ورقة طلاقك. هو ده اللي انت كنت عايزاني اروح لصالحه؟ هقطع اخر شعره بيني وبينه. بس انا بقى هروح وهقول له الحقيقه. اوعي يا ماما تعملي كده، عشان لو عملتي كده مش هتشوفي وشي تاني. اوعي يا ماما ترخصيني، عشان انا مش رخيصه. ليه كده يا ساهر؟ ليه؟ قلت لك الارض من غير طهر ملهاش عازه يا بنت اخويا. ما هو عشان كده انا جيت اتحدث معاك يا عمي، عشان ما تكون لي ظهر وسند واعرف اخد حقي من علام وولاده. بس كده غالي والطلب رخيص، لكن انا ايه مصلحتي من كده؟ اها، ما انت لو ساعدتني هساعدك، عشان تعرف تاخد ارض منصور اللي انت حاطط عينك عليها. أو دي تبقي حكمة بنت أخوي وخايف على مصلحتي. طب وانت كمان يا عمي هتخاف على مصلحتي وتبقى سندي ولا ايه؟ مال دي المصلحة واحدة يا حكمة، ما تخافيش. على عيني يا ابني، على عيني اللي حصل لك ده. مالك يا حسام ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ تقول اي حاجه تطمنا بيها عليك. عايزه تطمني عليها يا شاهينده؟ مظلوم، مظلوم ومقهور، كل حاجه حلوه حلمت بيها اتبخرت فجاه، ماشي في نفق ضلمه ما فيهوش ولا سنه نور. معلش يا ابني اصبر اصبر، ده اختبار من الله. ويختبرني كده ليه يا ماما؟ يعاقبني كده ليه يا امي؟ اخد 3 سنين وبعدين النقد يترفض ومرمي بقالي اكتر من 6 شهور زي الكلب في السجن، وانا اصلا بريء. والله العلي العظيم بريء يا امي. يا حبيبي ده مش عقاب، ده اختبار من ربنا، اختبار منه علشان يشوف قوه ايمانك وصبرك على البلاء اللي اداهولك. ويا بتقليني ليه يا ماما؟ ليه؟ ده انا على ايدك، ده انا تربيت ده لابن بطنك يا ماما، طول عمري ماشي صح، عمري ما خالفت اوامر. ليه؟ مش كده يا حسام، اكيد ربنا ليه حكمه في ده. ايه يا بقى تعرفيها؟ تقدري تقوليها لي يا شاهينده؟ ايه الحكمه ان مراتي واللي في بطنها يتذبحوا قدام عيني وما اعرفش اعمل حاجه؟ الحكمه بعد ما كان بيتضرب بيا المثل ادخل السجن بفضيحه بفضيحه. يا ابني حبيبي اكبر دليل ان ربنا بيحبك انه ابتلاك سبحانه وتعالى، ابتلى الابدياء. انا مش نبي، انا مش نبي يا امي، انا عادي، أنا إنسان عادي. أقصى طموحي إني كنت أعيش عادي وأموت عادي، ما تبهدلش البهدلة دي. أنا آسف، أنا آسف إن أنا لما أخليكوا تفخروا بيا عريتكم وجرستكم في الدنيا كلها. آسف إني ما قدرتش أبقى ظاهر وسند ليكم. أنا آسف على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ما تقولش آسف على أي حاجة يا حسين. اللي انت فيه ده شده وهتزول ان شاء الله. اه والله شده وهتزول، وربنا ان شاء الله هيثبت براءتك وهيرد لك كرامتك. خدي يا ابني، خد المصحف ده اقرا فيه، والله هو اللي هيديك على كل حاجه. نعم بالله. ومحمد فين؟ ما جاش معاكوا ليه؟ محمد ما انت عارف شغله يا حسام، طول الوقت في مأموريات ومش فاضي. وبلغوه انه وحشني لسه اشوفه، خليه يزورني. وانتوا ما تجوش هنا تاني خالص. ليه ليه يا حبيبي تقول كده ليه؟ يا ماما المكان ده مش مقامكم، او
خلصتوا حاجة تبلغوها محمد يجي يزورني بلغالي ويقضي الغرض. وأسف مرة تانية يا شاهين إني كنت السبب في طلاقك. مش أنت السبب يا حسين، هو السبب، لأنه مش عارف ياخد قرار لوحده وماشي ورا مامته طول الوقت. ما تشيلش هم يا حبيبي، إن شاء الله هيرجعوا لبعض، وخصوصا لما يعرف إنها حامل. ولسه ما يعرفش إنها حامل، خلاص على وش ولادي. قولها يا ابني. ما تشيلش هم يا حسين، خليك بس في الهموم اللي أنت فيها. لو ما سمعتيش كلامي تبقى بتزودي هم بهمك، وبعدين إنك تقولي سهر إنك حامل، وإنكوا ترجعوا لبعض. إن شاء الله يا حسين، إن شاء الله. يلا ماما، خدي شاهين وامشوا من هنا. يلا اسمعي كلامي ما توجعيش قلبي، يلا قوم. يلا يلا ماما، يلا المهم. خد امك يا شاهين، يلا امشي. خلي بالك من نفسك. اللي ملهوش كبير بيشتري له كبير، ولا ايه يا علام؟ الكلام ده يصادق بيه لو ما كانش كبير وعندي قوة يعرف يحمي بيها نفسه. حتى الكبير فيه دايما الأكبر منه واللي بيتقوى بيه. تقصديها يا صادق بيه؟ قصدي إن المصالح بتتصالح، وعيب إن الكبار يعضوا في بعضيهم. معاش ولا كان اللي يخلينا نعضوا في بعض. عين العقل، زي ما أنت خابر منصور أخوك الكبير الله يرحمه كان شريكي، كان في بينا مصلحة واحدة. خابر، كنت أتمنى أبقى شريككم الثالث، بس أنت عارف أخوي منصور كانت دماغه ناشفة ولا يحبش إلا نفسه. وإجت لك على الطبطابة ها؟ تحل محله، وبدل الشراكة ما تبقى متالتة، تبقى بناتنا إحنا التنين. على خيرة الله، طالما الخير هيعم على الكل يبقى اتفقنا. بس أنا ليه عندك طلب مش هيتم اتفاقنا إلا بيه. طلب إيه؟ ترفع يدك عن إيجار أرض منصور وولاده. ما تأخذنيش يا صادق بيه، دي أمور عائلية وما يصحش تدخل فيها. نسيتوا إن إحنا بقينا عيلة واحدة، وحكمة بنت أخوي متجوزة دياب وحبلك. يا صادق بيه، دي أمور بين البطاطشة وبعضه، ومحدش ليه صالح فيها وصل. عقل ولادك يا علام، وفهمهم إن اللي عاوز حاجة لازم يسيب قصادها حاجة، وحكمة اللي جاي في عرق التراشنا مش خالص للبطاطشة وبس. وإيه المطلوب دلوقتي؟ ضد الورثة حقهم في إيجار الأرض المتأخر والجديد، وتلتزموا بالمواعيد. ولو ما نفذناش الشرط ده يا بيه؟ تبقوا عاوزين تزغيروني، ويا ويل اللي يستجري وينزل كلمة الأرض. كلمتك لمين؟ لحكمة بنت أخوي. شكل حكمة هي اللي اشتكت لك يا صادق بيه. ايوه اشتكت لي. عندك مانع؟ لا لا يا كبير، انت عمها وكبيرها، ووعدك ليها على راسنا من فوق. عين العقل، عين العقل يا كبير. يبقى اتفقنا، وكده الشراكة بيننا تدوم. ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله يا سيادة النايب، واحلى لينا بركة اللي انت. محمد، كده برضو يا محمد ما تجيش تزور اخوك معانا؟ وانا زيارتي كانت هتفيده بايه؟ حرام عليك يا محمد، ده حسام كان هيتجنن ويشوفك. ما كفايه اللي حصل لي من تحت راسه يا شاهين. حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي بسمعه ده؟ عيب اللي أنت بتقوله ده، ما يصحش كده. ما يصحش ليه؟ مش حسام ده السبب في فسخ خطوبتي على ريهام؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ابني، ومحدش عارف الخير فين. وحسام ذنبه إيه في اللي حصل له؟ ذنبه إن سمعته زفت. اخرس! أوعى أسمعك تتكلم على أخوك بالطريقة دي، أوعى! أخوك ده أشرف راجل في الدنيا. أنا عارف يا ماما، أنا عارف. إحنا بس اللي نعرف كده، الناس ما تعرفش. حقك علي، أنا آسف. أنا زعلانة منك، أنا صعبان عليا إنك تتكلم على أخوك الكبير بالشكل ده. أصلكم ما شفتوش أبو ريان كان ليك
تكلمنيش وانا واقف في نص هدومي قدامه ومش عارف ادافع عن نفسي. طب وانا ليه ما عملت ازاي وحملت نتيجه اللي حصل لي مع ساهر ومامته؟ مهما حصل ما تتكلمش على اخوك كده، اوعى تقول عليه كده، اوعى. محمد، روح زوره يا محمد وشيل الافكار اللي في دماغك دي. حسام اخونا الكبير اللي ملناش غيره، ولا نسيت؟ حزور يا شاهد. بس قاعد لوحدك على طول من ساعة ما جيت وما بتتكلمش مع حد خالص، ما بتخرجش فسحة، ما بتاكلش. كلمنا والله، احنا ناس كويسين ومحترمين والله، اتكلم معانا يعني. ايه يا اكسلانس، خف سجاير شوية يا اخي. طب كل لقمة قاعد على طول كده ولا بتاكل وعمال تحرق في سجاير؟ صحتك يا اخي. دي سمو يا مومبي. الله يخرب بيتك. ايه مش شايفني؟ اشوفك ازاي بعد ما خدت النضاره اللي بشوف بيها؟ طب يلا حليتها انت وهو، قوموا اقعدوا بعيد. عايز اتكلم لوحدي مع حضره الظابط. انت مش فاكرني يا حضره الظابط ولا ايه؟ لعله. طبعا هتفتكر مين ولا مين. بس انا بقى فاكرك كويس قوي. عارف ليه؟ لانك كنت سبب في انك تعيكش في اول مره في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضره الضابط حسام الهلالي. اسمك ما نساوش ابدا الا بالحق. انت وصلت لرتبه ايه لما جابوك هنا؟ لما عرفوا انك وسخ. هقطع لسانك ورحمة أبويا في تربته. هقطع لسانك. ماشي ماشي ماشي. الأكل ده بتاعي ومش هتاكله. من إمتى؟ انا بقالي شهور باكل منه وقت ما يجيلي مزاج. ايه الجديد؟ الجديد اني ماليش مزاج اسيبك تاكله. جعان ليا نفسي اكل. وصلت؟ ايه رايك بقى يا حضره الضابط ان انا هاكل الطبق ده؟ طب ايه رايك بقى يا لعله انك مش هتاكله؟ ده نصيبك يا ناس. تسلمي لي يا غالية. وده نصيبك يا نجيبي. انت بتسويني بيهم يا حكمة. وبعدين فين حساب منصور الصغير؟ لو دققتي في الفلوس اللي في يدك هتلاقيني مدياكي حاجة تالت ومتلت. وشمعنى انت توزع الإيجار؟ لأن هي اللي تشمللت وجبته يا معدولة. ها أبويا الذهب خاطره يا معوجة. لا غصب عني، مجبور يعني. أبويا أنا مجبور؟ إيه، عمي صادق بيحفظ القاعدة على دماغه لحد ما خلاه يدفع الإيجار غصب عنيه. ربنا يخليكي لينا يا حكمة، تعيش يا مرت أخويا أصيلة. جات منك يا غالية وما جاتش من القريب. كله بيعمل بأصله. قصدك إيه؟ جرى يا مرة، وأنا كلمتك ولا أنت اللي على راسك باطحة؟ جرى إيه يا نجيبة؟ ما تسيبينا نفرح شوية. مش كفاية نكدتوا علينا أنت وأبوك وإخواتك قبل سابق؟ الله ما يرجعها أيام. ربنا يخليك لينا يا صادق بيه. لو مش لادد عليكي خش أوضتك يا نجيبة وسيبينا نفرح شوية. واه 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 واه، واه. كلكم بقيتوا ربطية علي؟ ماشي.
ان شاء الله مش هتلحق تفرح يا بنت الطراشنا. اني طالع. أنا طالعة أوضتي. واه، ما أنت قاعدة معانا ها، لسه بدري. تعبانة وعايزة أريح جدتي شوي، عن إذنكم. إذنك معاكي يا حبيبتي. تصبحوا على خير. وأنتي الأهل الخير. عيني عليك يا نجيبة. جلجت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. راحت عليكي يا نجيبة يا أم الواد. بكرة ودي دياب وحكمة ياجي ويقش الكل.